شاء الله تعالى وحنكب الله بنا آيات بقول كونتون إيا أفر إلى آيات بقول لحدا إيا الشن من سورة آل عمران من سورة آل عمران مركي دقال كي أحد دعي الصحابة وحالله الشيقي صفاء كسو قنايين مركي كلب بغانيين أو حقيق فشلات دي دعدي الله عليه وقته إذ تسعدون مركات فوليسين بورتا سيفو ليسين أما توقع كسي دار دعيسين ولا تلوون أيضا كل حنين على أحد قفنا عبصد درتين قفوا لبتوسو أرضه والرسول الرسول كين يدعوكم ويدين دواقي في أخراكم جماعة الدنبا أكرح دواقي إلي عباد الله فأصابكم دبادئنا إذو كو أبا المري أبا المري انتو انت بنوا خيرك لكن وحيدو كو جازيي غما بغم مرق يا مرق لصعطه murugta hore waa ganimadi ka tagtay iyo dadkii laga laayay murugta dambana waa nabi maxamed baa la dilay marka likay la tahzano maxaa murugta faraha badan idin fuushay si ay aadu ilowdaan wixii hore idin ka tagay fududa oo aydaan u walbahaarin wallahu khabirun bima ta'malun marka allah wuxuu suma anzala markay taas u dhacday oo la kala yaacay suma anzala wuu dajiyay alaykum dushina min ba'dil ghammi murug dabadeed أمانة أمن بإذن دجيوك عبسيدي بقلبك إنك بحضي نعاسا ليل الله يؤذن كد جيه ليل الله يخشى الدبالي ضائفة قيب ومنكم إذن كإذن كمدا وضائفة قيبنا إذن كمدنا قد أهمتهم وحامروا قليسي أنفسهم نفطوذي نفطوذي بماشي ميلا إذن ليا بين ويبالبالين يظنون وحي أم ملايين بالله ألا غير الحق حق غير في الأمة ليان إن الإله النبي جيسي أقر قارن بأوقاته ذن الجاهلية جاهلية ماله سي أوكالي يعني ذن أهل الجاهلية جاهلية ماله دي أوكالي ونبي الله محمد إنه نهير قلينينا وكباشا وحوية مركي دباتا لعلي الله كلايا عي الله إسوس ونغضي ونبي الغصة أروري يا صف الله قلي دقال في لودي يا رقربي مركا واحد دباشي عبسي دي باكاتك تمكا ويساعدة قفك عبسانية قفك عبسانية وحوية مسا يحضوه عبسيدي مركي كتكتا يا نفس له الواب له الدوديبة وكولي هاي صحابي وهان مغلي ننك اللي يراه له معطب بن قشير ومنافقين تكمدها منافقين تو قيبا كسوا هاداي صدح لي بقولي لن نقطي ومنافقين موضاهين صدح لي بقولي عبد الله بن ويم السلولة ساعد منافقين موضاهين مركي قيب منافقين تاسوا هاداي يقدي عبسي باك دي شو نفتو ديبا له الويناتو ميلي ديقان بيوين مكاسي والبهار سني marka wuxuu maqlayaa saxaabigu isagoo seefta marba ka dhici oo marba qaadanay mu'atab bin qushayr oo munaafiqa oo dagaalkii badrna uu joogay munaafiqa oo leh hadaan arinta wax ku leeyahay meeshana lagu ma laayeen yaan maqli buu sidii la loo damaanbi bay ugu tahay marka allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu naxariistay saxaabadii markay tooba keenayno soo wada noqdeen in cabsidii ba ka tagtay gabigoodiiba oo iskaba seexdaanba oo mushaakil ba meeshii uu la joogay dadan mushaakil ba haysanin ba wakaade ولدي منافقين تاهي قرب شوفي قلبك جلع سنة إلى المنافق وسولي سيدي سبيه نفتو دي بالله روينات مالي دي قام بيوائي سيدانو يالا هدهي تقاوى الله قرر المنافق نمدو دي با عدانا إيسا هدهي تشوغان نمتشو كرر دي دقال كيبا يعماشا حاضرة وركاسي أي يلان بيوائي ويبالبالا يا ثم أنزل وود جيجي انتي آد أشاسي فودين كدي واتكالا يا عدين أنزل وود جيجي الله عليكم تسينا من بعد الغم مرو كدب أمانة آمن مدشين الدجي أمانة وامحي نعاسا هرد إذن دل ساري نعاسا توحان كبدل لنا أمانة هرد إذن لفت هذا آمن علامة أمن بي علامة غفا عبسان وي أمن قاسوا غشاد دبولي ضائفة قيب ومنكم إذن كنت كميدا وأنت في عنايدة توبة كانت صنع غطي وحلقة توبة كان دنب كبيرة أماها أدو دي فشلات يربا دعنا والله يركا يا عي وضائفة قولنا قد أهمدهم وحاه هم جلسي وحاه مرق جلسي ومالك دقان وايين أنفسهم نفتو ديبا مرق جلسي أقول هذا المنافقين في قلبك شلع سن يظنون وحي أم ليين بالله ألا غير الحق حق غير تبي أم ليين إن الإله النبي جيسا أقر قارين وبالله الله النبي أقارئون أؤفين من بي ملايين ظن الجاهلية جاهلية مليهيسي جاهلية هو صفة ظن أهل الجاهلية قول هذا جاهلية ما له هذي بين ملايين أهل الجاهل وحلا إلى تذكر أن وح شرع وهي كل غمان شرين وجاهل وين مركز جاهل قاس لشيء جي وجاهل جي شرك جي نبي الله محمد الله قد حد رأي وين وحوي ويسون قن قن كتاج جاهل وسون قن كرام مالك سون شرع إسلام كلا قد غمان لا
فجاهلوا يقولون وحيليهم كواسي أما وحي أرانيان هل لنا تلو من نوصقنا من الأمر ما ملك حديث من شيء شينا من نوصقنا تلو ما ملك تلو وحما كلين هايوين دان تلو وحما كلين ما شبنا لغم اللايين وحكا لغم فسر هل لنا من الأمر من شيء أمرك تلو أنجي النبي محمد وحما كلين هاي وبل أنت وشيكي تري أول حقيقة عادي تلو وحما نلغاسي بل أنت شيكي تري من الأوفينية سيظهر كفي عن هل لنا من نوصقنا يقولون وحيورنا يقوى منافقين تاهي هل لنا تلو من نوصقنا من الأمر ما ملك حقيس من شيء شيء من نوصقنا تلو تلو وحما نلغاسي يعني أسكيك لا يا إلهي وين قل وحاد كتير أبالي إن الأمر ما ملك كله دمانت لله الله وصقنا الله با مامولك له كهري كدبا الله با دغالك كيناي الله با واجبيه دغال الله با اسكهر كيناي ميشان فشلاد يريدا دعدي الله با حكمي او حويه تبر في عنه لقاتب اهي ومركي امر ديدا لسمي خددي لو ولا سعودي لغا بخه فشلاد اني دعي تبر لقاتب اهي مامولك كدبي كهري وقت ولبا الله با اسكال وحويه دي كبر كوكم لهين ماشي لا تاغناده عطا وهي او دواقه قل وحاد كتر أوضو الشيطة إن الأمر مامولك قبي أهان كله الله بايس قاله مركي قال هذا لغا أتكاده إيا مركي أي يقو حوغي فشلات دولا عدي إيا هدو اللي تشوغو أمن اللي هلي إنت مامولك الله بايس قاله يخفون وحيكو قرين أيام في أنفسهم نفطورا ما شيء لا يبدون أين كو موجنين لك أذيغا نظنو وحي نفطة كو قرصون أيام نفطورا قلب قويان وحيكو قرين أيام وحي أذي كالب بقيان إلا هدي وحاكو هدلان إنه منافقين هم بالقرن مركب منافقون سيريسا ومنافق وفلو قال لماذا ما عدى يسنكره السلام كان الدين مبوقا قال هذا آن فليها آهين قال لماذا ما إسكا عدى يستين يخفون وحيكو قرين يام في أنفسهم نفف طوضا وحيكو قرين القلب قوان ما شيء لا يبدون أين موجنين لك عليك كون موجنين وامحي وحاسي يقولون وحي أرانيان لو كان هدو النوص سبنان لها لنا أنك من الأمر ما ملكي يتلاد حق هذا الشيء وحولي هدو النوص سبنان لها وأن اللي تلقى لله ما قتلنا أن لما الله ينها هنا هل كان لقوم الله ين بركة قوة سيدة اللي هدي لما الله ينولي يا صاحب هذا يلا الله ين بك هذا أنا قوة ضدك نوع عاسا وأن ستوس أولها ين الدين تأن أولها يسنين هدي ثلاثة وأن وحكوا لها الله ين مرة ما هل كان لقوم الله ين إلى المركي هرب المنافقين توحي قتليين إن مدينة اللي إسكتيوه يمركي هرب قتليين المنافقين تو مركة ثلاثة هدي وحلقت سين لها لما ما صوب حين بمركة هرب هذا الكائن قرينا يعني وحويني يقولون وحي أرانيان لو كان لنا هدو نوصف ناري من الأمر ما ملك شيئون شيئون هدو نوصف ناري ما قتلنا أن لما الله يين ها هنا هل كان لكم الله يين قلوا حد كتير أبالي لو كنتم هداد أهان الله يدين في بيوتكم قريهيني ودسك جوغي لها يدين وميسا دقال كما أصوى بحدين لبرزة ويصابحي لها ويصاب ظاهرة لها الذين كوي كتب اللقوة جبي علمتم دسر القتل دلك إلى مضاجعهم مكانوا لقدين تودي بإيم الله مكانوا جيف كوني ماشي كل الله هايين بإيم الله حتى هذا إذا حقا بأصوب حد قريه توقي لها إذن دل ككوي الله حكمي وحن بقى دل لها الله أقدري مرة بما نبات قليه وي وهذه لبغضو أما الله قبضو أما ميل دم الله تغو ويتكو كقرب مريم هاي كي لغو قريك توس بكوه إيماني وحالا شاقا مركا دقال كوه كلي وفود اللي سردتك عراري حبتو كل على انت بدن بالي تدك عرار وها marku istaagadi hore baa loogu dhufanay ama qolo kale uu galiyo meel kale uu galay marka waxa weeye hadii xataa guriyihii aad joogtaan cidii loo qoray dilka meeshii ku dhiman lahayn bay tagayaan ruux meeshii ku dhimanay sabab baa u galay bilaash uu kicmay meel fog fadlan waxa la sheegayaa waxa la leeyahay nabi suleyman iyo majliskiisi ya malku mawd u yimid dambiyaduna malaa'ikta way arki jireen waxa weeye malaa'ika waxa loo soo diray nin nabi suleyman akfadhiya baa waxa lagu yiri dul fog oo meeshan ba ahayn nafta kaga soo qaad baa lagu yiri bil matal marka uu yaabay malagii ninku meeshu joogo iyo meesha fogideed iyo saacadii nafta ka qaaday iyo joogta marka malagii ninkii uu dhawray ninkii waa argagaxay oo uu gartay waxbu dareemay wuxuu yiri nabi suleyman dabaysha ii amar meel heblaha ay geysay waa meesha nafta laga soo qaadan la yiri dabayshii ba qaado halkii bay tagtay marka halkii ba nafta laga qaad macnaha waxa weeye wadkaagu marnaba ku seegmahay wax ka saba sameey qul waxaad ku tiraa baa la yiri لو كنتم هداتين في بيوتكم قريهين وإذا صوب بهن لبرزة ويصوب بحيل هاي وين ويصوب بحيل هاي الذين كنت كل كوي كتب اللجوء جبي عليهم بشرة القتل دل حكنا إلى مضاجعهم مكان جيف كاري ماشي كل من هاي وإلى مصارعهم ماشي اللي يقول لك دلها ويصوب بحيل هاي
marka liyabtali allah muxuu alla fashilka u keenay maxaa dagaalka loo keenay liyabtali allah in alla soo dhaahiriyo ma fi suduurikum qulubtina waxa ku jira in alla soo dhaahiriyo oo waxa weeye tii waswaas ku jira iyo tii xaq aaminsanaa ay dadku kala soocmaan wali yuma xisa inuu saafi yeelo ma fi qulubikum waxa qalbigiina ku jira oo waswaaskiiyo nifaaqu idinka baxo oo kii munaafiq ah ama waswaas qabay uu banaanka usoo baxo intii saafigaad isu soo hadhaway tamxiisku waa saafi yeelid wey marka laba dhinac bay saafi yeelid wey liyuma xisakum inuu idinka laftiina idin saafi yeelo oo dadka xun idinka tirtiro liyuma xisakum inuu dembigiinaba dhaafo oo dembiga idinka tirtiro islamarkaana qalbigiina waxa ku jira uu saafi ka dhigo oo qalbi xaq ihi uu soo baxo waay marka waxa ilaah wawdu waa muqxam waliyabtaliya allah facala allahu dalika allah sidaasuu yeelay oo sidee ah dagaalkii galaa la yidhi fashilaad baa dhacday sidaasaa dhacday maxaa ugu wacan xikmad baa ku jirta waxa weeye xikmadu liyabtaliya allahu allah inuu daahiriyo maa fii suduurikum waxa qalbiyaalkiina ku jira oo ama xumaaman ama samaana waliyumaxisa inuu saafi yeelo maa fii quluubikum qalbiyaalkiina waxa ku jira oo qalbigiinu saafi noqdo oo kii xumaa uu banaanka kusoo dhaco wallahu alla subxaanahu wa tacaala caliimun ka og weeye bidaati suduuri qalbiyaalka waxa ku jira allahu uu ogyahay marka wixii uu alle ogaa ee qalbigiina ku jiray buu idinka idiin soo daahirinaya oo qofkii qalbi xumaa iyo kii qafbi ficla yaa la kala daahirin oo la kala sheegi wey allah qalbigiina yuu og yahay marka wixii xumaa ee ku jiray yaa laga soo saarayaa kii ficnaayana waa loo sii saafi yeelaya wallahu alla caliimu wuxuu og yahay bidaati suduuri quluubta waxa ku sugan ina aladiina kuwii tawallow jeedsaday minkum idinka xaalay idinka mid yihiin yowma maalin iltaqa aljamcaani labadii col kulmeen inama istazallahum waxaa simbirrixiyey oo wadadii simbirrixa waa la garan bay la tahay ka leexiyey ashaytaanu shaydaan baa wadadii ka leexiyey way simbirraxday wadadu waxa weye meelaadan adigu u qasadsanayn oo lugtu kula marta wey bibacdi maa shay qaarkii sababtiisa bisababi bacdi maa shay qaarkii sababtiisa u simbirrixiyey kasaboo ay shaqaysteen oo markay iyagu dembi iyo amardiida sameeyeen yaa xaqii la weydaariyey ilan dhibaatadu dhibaataa kasii dhalata wey dhibaatada sideeda dhibaataa kasii dhalata marka iyagu marka dembi la yimaadeen buu shaydaanna ka faa'iday shaydaanku isagu meesha dembiga luleeladu helaay waa meesha dembiga markuu qofku dembi faraha kula jiro waa wax qalbi jilicsan waa la leexin karaa shaydaan baa ka faa'idaystay marka ina aladiina kuwa tawallow jeedsaday minkum idinka xaalay idinka mid yihiin yowma iltaqa aljamcaani maalinta labadii jamaac kulmeen jamacu lmu'miniin iyo jamacu lkufaar inama istazallahum waxaa simbirixiyey oo wadada ka leexiyey ashaydaanu shaydaan bibacdi maa shay qaarkii sababtii kastaba ay shaqaysteen oo dembigay la yimaadeen baa sidaa ku noqday ila dembigu cuquubuu leeyahay walaqad cafa allahu canhum alla wuu saamaxay subxaanahu wa tacaala maxaa yeele munaafiqiin bay lahayn walaqad cafa allahu canhum allah waa saamaxay ina allaha alla subxaanahu wa tacaala ghafuurun ka dhaafo weeye xaliimun oo dul badan oo dadku dembiga markay la yimaadaan markaaba cuquubo loo keen mahay si ay dadku u tawba keenaan fursad buu alla siinaya cuquubada waa laga dibdhigaya wey waxaa la sheegay ninka la yidhaahdo cuhmaan binu cafaan radia allahu canhu iyo cabdiraxmaan binu cof baa wada hadlay cabdiraxmaan binu cof baa yidhi cuhmaano maalintii bader kuma aadan jirin buu waa run maalintii sulxulxudaybiyana mubaayacadii kuma aadan jirin baa yuu yidhi maalintii uxudna dadkii cararay baad ahayd buu saddexdii buu uga jawaabay cuhmaano wuxuu yidhi maalintii uxud ilaahay wuu icafiyey buu oo cafigaasaa ka faa'idaystay maalintii bader gabadhii nabigaa bugtay buu uun ka tegi waayo oo nabigaa yidhi buu yidhi sidii nin dagaalka galay oo kalaa tahay la joog gabadhu yidhi buu taasna saasay ahayd maalintii bader ee maalintii sulxulxudaybiya nin ani iga tolroon oo iga qiimo rooni hadduu joogo lama direen buu yidhi waxaa loo diray maalintaa nabigaa wuxuu u diray maka isku biimee buu yidhiyo balgaalada xaaladeeda soo ogu lasoo hadal cuhmaan bin cafaan reerkooda dilaa dheeraha baa deganaa maka ree bani umaya ree cabdimanaaf marka maalintaana saas ahayd nabigaana ii mubaayacooday buu labadiisa gabcood intay isa saaray iyo midna tayda ahayd midna tiisa ahayd buu yidhi taasaana tayda iigaba fadli badnayd buu yidhi saasuu uga garhelay wey marka waa la cafiyey maalintaa kulli dadkii de munaafiqiinta aan ahayn oo dhan waa la cafiyey maalintaa walaqad cafa allahu canhum allah waa saamaxay qofku hadduu mu'min yahay dembi kasta hadduu galo cafigii alla waa u diyaar mar alla markuu soo noqdo ina allaha alla subxaanahu wa tacaala kafuurun ka dhaafo weeye dunuubta xaliimun oo dulqaad badan oo aan soo dadajinin ciqaabta wey yaa ayuha aladiina aamanuu dadka sharafta lahow laa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale kafaruu gaaloobay
وقالوا كيري لإخوانهم لأجل إخوانهم ولا لهود حقه ذا كيري إذا ضربوا ولا لهود مركز سعداء في الأرض للك تجارية قناعسي السعداء أو ما سكانوا أي هذا غزة كودوا لماذا وإلا الدفت يودوني مقول قول كوامحي لو كانوا هدي أهان لهايين عندنا أكثر يدعوا إلى الدولين أما دولك أوك عماما تمردنتين وما قتلوا لمن اللعين قال هذه السيدة تريح لمن نقنين ذاتك السيدة قال هذا الشيء مركا ومنافقين منافقين تي أندقال كإيمان باكوير سيدي ذاتك إلا اللعين إلا أنصارت مالتا وحيد أدبا للهي أنصارتا مركا ويكوير سيدي وحيرهن بيور بايدن هاي سيدي وحانو شيئين صوت الله يدي هداد يلهين مركا هذه ذاتك يقو أين لا تشن لهين الدولين با أما دولك ما سعدين لما باللعين بال مركا سيدي للهين متكو ماشون بغيم اللهين مركا مؤمنين تيكو أسوك لها كم معناه waxa loo jeedaa haqooma maynina dadka la laayay iyo dhibaatooyinka dhacay haqooma maynina waxa la qadaray weeye oo si ka sah hadii loo hadlo aan la baajiyeen weeyaan haqooma maynina la leey yaa ayuha alladina amanu dadka mu'mininta fiicano la takunu ha ahanina kalladina kuwi oo kale kafaru gaalobay oo waqaalu yiri qaaluda maqulu qawlkeedu waxa weeye law kaanu indana daa way sida uu ogo waqaalu yiri li ikhwanihim fi ikhwanihim walaalahood kayri walaalahood bay ka sheekeynayaan kayri إذا ضربوا مركي السعداء والألهوت في الأرض دولك أو كانوا هذا غزك والدولي لو كانوا هذي أهان لها يعني عندنا أكثر يد ما ماتوا مردنتين وما قتلوا لمن الله يعني ليجعل الله الله بدي نوحو يالي ذلك هذا الكاس أي ليهين ما لما الله يعني مردنتين حسرا تقوموا في قلوبهم إلا واحد قالوا ترميس بارك الله متوحي نكدقينا وحال لي إله هذو لا من عاقبة أما لا من سيرورة وأي لا من علل لك ما تذكره لا مكي معها لا مكي هذي اللي قد جمع عنه حنقن محي الدولين إلهي إنه قلب جواد قوما ما جشى الدولين بينهم مرك الدولينات يصعد في الله ينتنا إلا أماها قوما ماها إلا أماها مرك لا من سيرورة ليلا وأنت قده آل فرعون ليكون لهم عدوا في فرعون مرك نوم سوق قادم إلا ذي سوق قادم ما أهين إنه عدو النقد ما هي لو حيسو قادم قرة عين إنه النقد مركز سارع عدوا مركز تنواسي ذو كله هو حيسي ذا أوليهم إلهي با قلب قوضا يالي قوممو هذا الكاس با سبب هاي قلب قوضا قوممو الله طلع هذي سيدا لوم حي تاري وحبا تاري ما يسوى كانوا عندنا ما ماتوا هو الله سيدا أوليه قلب أي هذا الكاوه اللين ليجعل الله الله با كالي ذلك أرنتا أي كوه اللين حسرة قوممو في قلوب قلب قوضا علبا كرهب مي markii walaalahood la soo laayay gaciil qalbigooda ku sheebmay way wallahu allah baa yihi wax nooleeyo way yimidu dila dafciilku waa ka go'an yahay wax walba oo la nooleeyo allah baa nooleeya wax kasta oo la dilana allah baa dila dilimaadku waxba ma dilo dagaal la galaana waxba dilo waxa waxaad arkaysaa bil matal qof shan li xabadood ku dhacdo dhimanay iyo qof xabad yar ku dhacdo markii naftu ka hadlay marka dilka allah baa haystay asbaabta ma baa haystaba qofkii malgi galan baa dhimanay marka waxa weeye in dagaalka laga haaro nafta dheere ee amriga dheereyn mayso in la galana soo dadajin mayso waay wallahu allah ba yuhyi nolaya wa yumiitu dil wax walba oo dhinta wallahu allah subhanahu wa ta'ala basiru ka arka weeye bima ta'maluna wa amal falaysan bima ta'maluna du basirun tay ku xidantahay wallahu allah bima ta'maluna wa amal falaysan basiru ki arka weeye ta macnaheedu waxa weeye allah ba waxa sameeynta haddii niyi fiican leedihiin هذا يحل لديهم عمل ونالسان هذا سميساني كوحنا هذا سميساني سمينيسان الله با إذن أركوه إذن كلا حساب تميوي معنه ولئن قتلتم هذين لإذن دلو في سبيل الله ألا ودديسا لإذن كدلو أو موتهم أقدمتان في سبيل الله إذن كوكوشرة إسكينوا دمتان يغفر الله لكم الله وإذن داطين كو لما غفرتهم دم بالله ومن الله ألا حجي سكاهاتي يو الرحمة الرحمة يا خير كخير بدن مما يجمعون وحي أروريون الدنيا أما الضدى انت كخير بدن انت شردي يديه جواب أباها انتهي لام تلام القسم فينا جواب أباها انتهي مركا قسمك جواب فيسي يا ماشي جواب في شردك القلي وانت يرين سوء قدر سوء قرن ميس ولا إن قتلتم هدي الله إذن لايه في سبيل الله ألا درتي ودديس الله إذن كل لايه أو متم في سبيل الله وي. الله دبت أضرب مثلاً إسكيني دكوا كشرة يغفر الله لكم الله ودين دافيا وكجوابتي لما غفرتهم دم بالدافع ومن الله ألا حجي سكاهاتي يو الرحمة الرحمة ما خير كخير بدن مما كي يجمعون الكفار قال ذو حنا يورورين يذتك حولها أورصلا أما ذتك أورصلا على شيء سوء صدمة أنت أصابك في عبا
marka dhimashadu waxa way waxba idin yeeli meesha way dhimashada waxba ka baqina ilaahay dartiina aad u dhimataan oo ku dadaala way wala in mutum haddii aad iskiin u dhimataan aw qutiltum ama la idin laayaba la ila illahi alla xaqiisa tuxsharuuna la idin shiriwun horta kulli waad dhimanaysaan ama hal la idin dilo ama iskiin u dhinta allah baana la idin horgeynaya marka maxaad ku falaysaan dhimasha la'aanta way kulli ba haddaad alla u tagaysa alla wax fiican ula tag baa lagu leeyahay intaad wax xun ula tagi lahayd alla wax fiican la hortaag kulli ba allaad hortagaysaan way macnaha walaa in mutum haddaad dhimataan hadda jihaadka keliyaba ma aha sidaadaba haddii lagu dilo amaad dhimato allah baad hortagaysaa marka alla waxaad la hortagi lahayd adoon dhimasho ka baaqsanaynin jihaadka sii hagaajiyay intaad nooshahay way macnihi walaa in mutum haddaad dhimataan iskiinu dhimataan oo qutultum la idin laayo la ila illahi alla xaqiisa tuxsharuuna la idin shirin fabima raxmat raxmad sababteed oo min allahi alla xaggiisa ka ahto adiga uu ku geliyey nabiyow yaad linta lahum ugu jilicday ood ugu dabacday ood ugu dulqaadatay walow kunta haddaad tahay fadan ku dabeecahun qadiida alqalbi qalbi adagoo naxariis laawo ah la fadu way ka kala didi lahaayeen min xawlika hareeraha way ka kala didi lahaayeen nabiy illahi maxamed dadkii amar diidayo dhabarjabkii meeshii ka soo kacay iyo kuwii cararay iyo kuwii agtiisa aan ka tegin kulli markay isu wada yimaadeen uu wada saamaxay kulli waa la wada casiyeyba waxa weye dad wax dhex marayba maaha waa isku jaal weye way wada fiican yihiin marka raxmadda adiga alla ku dhex dhigay baad ugu jilcday baa layidhi ood ku saamaxday haddaad nin dabeecahu noqon lahayd way kaa kala didi lahayn baa layidhi oo qalbi adigoo naxariis laawo ah naxariista alla ku geliyey bay kugu soo ururayaan marka hogaamiyaha waxaa laga rabaa inuu noqdo ku naxariis badan oo qalbi wanaagsan qofka wax xukumaya saddex ruuxba ha xukumee ku qalbi wanaag qalbi naxariis leh oo aan dabeeca xumayn oo wax saamixi kara waa inuu yahay nabigaa lagaga dayanaya calayhi salaatu wasalaam waa lagu ammaanay fabima raxma sifooyinkiisa kutubihii hore ku yiilaytanu ka mid ahayn walaysa fadlan walaa qaliidan qalbi walaa saw walaa sayaaxan fi laswaaq ku qalbi adag ma aha oo dabeeca xun oo suuqa ka qayliya oo yoon badan ma aha nabigu nabigu garmaqaata ma ahayn wuxuu naxariis badnu ahaa fabima raxmatin raxmad sababteed maadu waa iska ziyaada yidhahan macnaha waa maadii xarafka jaar la gelinaya ka reebi mayso camalka fabima raxmatin raxmad darteed oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay yaad linta ugu jilicday lahum iyaga ugu jilicday ugu dabacday ood usoo dhaweysay u saamaxday walow kunta haddaad tahay fadan sayi lkhuluq mid dabeeca xun khaliid alqalbi qalbi adagoo naxariis laawa ah lam fadu way ka kala didi lahaayeen min xawlika hareeraha way ka kala digi lahayen haye facfu canhum iska saamax sidaad hadda u saamaxday weligaada wastakfir lahum u gufraan dalab washaawirhum la tasho fi lamri umuuraha kala tasho facfu canhum waxaa leeyahy tartiib cajiiba weeyaan saamax wixii adiga xaqaaga ku tacalluqa way facfu canhum adiga wixii ay kaa galeen saamax xagga alla waxay ka galeen istakfir lahum markii loo dambi dhaafo ood saamaxdo idinkoo isjecel wada tashada marka dadaan isjeclayn ma wada tashan kara way haddii nabigu isagoo sidii hore u cilqabo dhibaatadii ay jirto aan saamixin hadduu la tashan lahaa daacad miyay noqon lahaayeen wey marka dadka wada tashanaya shardi waxaa ah dad isjecel inay yihiin dadka wada tashanaya marka tashada nabiga la tasha la leeyahayna iyagan horta waa lagu dhib yeelaya oo dad fiican oo dad qiimo leh inay yihiin baa la tusaalaynaya midda kale aaraadoodaa lala soo baxaya marka aaraadii la ururiyo ra'yiga xaqa ugu dhow baa la ysku raacaya markaa sidaasoo kale marka waxaa sardee markii bilmetal dagaalkoo kale saraakiisha aqoon-yahanka lagala tashanayo cilmiga iyo axkaam iyo sharci markay tahayna culimadaa lala tashanayo markay maamulka tahayna oo bilmetal maamulka iyo horumarinta dalka iyo waxaasoo dhan markay tahayna dadka ka shaqeeyo iyo u magacaaban baa lagala tashanaya laakiin mar walba tashi waa la rabaa allah wuxuu leeyahay facfu canhum iska saamax bima tacallaqa bika wixii adig kugu tacalluqa wastakfir lahum u dambi dhaaf wixii xagga allahna u dambi dhaaf dalab washaawirhum la tasho fi lamri amarka kala tasho markii aaraadii laysu soo ururiyo amarka ka ugu dhow kaasaa la raacayaa markaa nabiy llahi maxamed uma baahnayn tashiga noocaan ahe waxa weeye inagu inoo jidaynaya inaan wada tashan isaga waxyi baa jooga oo wax alla wuxuu samayn oo dhan waxyi baa hogaaminaya nabiy llahi maxamed calayhi salaatu wasalaam faidaa cazamta markaad u qasado aan idhaahday markaad go-aamiso umuurta markaad go-aamiso talada go-aamiso fatawakkal tala saara cala allah alla tala saaro markii umuurtii markii aaraadii la isu keeno midda adigu aad go-aamis markaad go-aansato go-aankaasi aad u fulin lahayd ku dhaqaaq way haka walbahaari kaasuu xaqu ku jiraa qofkaan dadka la tashanini khalad badan buu galaa baa layidhi faidaa cazamta markaad go-aamiso
فتوكلت لسار على الله فلنتيس الله تلساره إن الله الله يحب وحجعليه المتوكلين قوة تلسار تجعليه مركة تلسارتك سوى أسبابتي اللي قلت لهذا الله تلساراني ولا تساني لديه ما هي الله تلسارته هوش وانسك قلي هوتو والا تسان هبك بالا صوروسا والا ديار قروبي وحالا وحي لوباهنا ودنبا ليسو كينيا كدبنا والغود دقاق أمورتي الله نبي بالغود دواق الله وجعليه متوكل متواكل كلمتي على متواكل كواكي لهذا الله ما تلا سارنا إسكن دقائق إسكور وريجة وحوي أداة تلا سارته نكي واكين حلب نبيك ميلو شوقي بوكان يوم إنتو سيد داي بقول نبيك دور هاش الدبر مركز سوري إلهي وانو تلا سارته إنت هذا الدبر تور تلا وتلا ساره ورتور الدبره مركز أسباب في أضو فرها كقادة توكلك صح معها الله عليه سيدا إن الله الله يحب المتوكلين قوة تلا سارته جعليه إن ينصركم الله الله هدو إذين قرقاره فلا غالبا وحكا أتكان كرامتر لكم إذين كإذان كا أتكان كرامتر أتربا يراتين هدو الله إذين قرقاره وحكا أتكان كرامتر وإن يخذلكم هدو الله إذين هوجيه ومراتيني وفولي وايو فمن ذا أحد كيبو أهادي الذي أحد كي ينصركم إذين كرقاري من بعده من بعد خذلاني من هدو الله إذين هوجيه عدة إذين قرقاره فعرواكوه لنك سويانه وعرواكوه عدك السبويان ملك يرد جن يرد بني آدم يرد يا كوجر جارك هذا الله كوجي جوان مركب حوية وقت يجي واحد وحوجي جرجارك الله إن يربو يالك يجرد بلعي مركي أمر ديد الله السمائي يجرجارك الله دبلع مركب معنوه حوية جرجارك الله وحوك حدين يه مركب يدك تلقى هذا ثان والشرع قاتك كمانتين الله جرجارك ستوس بعده ليس إن ينصركم إن ينصركم الله الله دو إدين جرجاره فلا غالبا وح أتكان كرا مجر عليكم لكم إذا كا أتكان كرا وإن يخذلكم هدو ألا إذن هوجيو فمن ذا أي أحد أحد كيبو هذا الذي أحد كي ينصركم إذن كرقار من بعده من بعد الله من بعد خذلان الله إلهي هوجنتي سكدب عريا إذن كرقار وحيد مسين كرا وعلى الله الله فليتوكل حتى لسارتان المؤمنون المؤمنون ألا كليقا حتى لسارتان عدك لها حتى لسارتان ولقا عدك لها يسكوها اللين عند كلام سكوها ليس هالنقطة قوانات كور فسنا يسال أسبابها قوة الشرتان قوة لسارتها لكن جرجرك الله بهاي الله كل يوجيسه وعلى الله الله دشي سفلا يتوكلها لسارتان المؤمنون المؤمنون وما كانوا أمسقنا أمنا صوبته للنبي النبي أن يقول إنه خيانه ومن يقول القصي خيانه يأتي والله من بما قال وح خياني يوم القيامة قيامة يوم كيس ثم توفى والله ما يستري واللؤفين كل نفس النف كل جيد ما كسبت وحي شغيسته شريه خير وهم يقن الله يظلمون الله ظلمي ما يؤه دم بأين الله إنما الله صار يؤه خير إليهين اللودي دم أيهم آياد وحي كتب تباللليه قالوا ديري النبي عليه الصلاة والسلام سريئة انت إياقوا مغنايين انت إياقوا مغنايين با غنيمة لهلي غنيمة ديبو إياقا يالسينين انتي جوكتي بلو غيبي وكاسي ملاها قلب قود وحي سيراهنين نبي قبلو نوغا قدي وحاك الله شاك مالتي بدر با قدي فدير يا غنيمة دي لقواي نمبا مركاسي وحي راهنين اسكا قلبي وراكسان ودي آن منافقين هاي ملاها نبي قاكا قاد وحاك الله شاك مالتها بدر قولة دي دبر شبنتا لورد دي اي مركي اركان غنيمة دي لقادم بينا امو نبي قويدن كقدي يا غنيمة دي داد وحكي قلي ويدان وقوة يا عاي سيكا سبات النبي خيان وما بصوبتو خيان وما صوبتو وكين نن نبغا ويميدو نبغو ان لدلا وربي يا مرتي ادو نتي بلان با لا غلو ولا سامحاي دمبي ان لو ديلنا ولها بركاسي يير مخاد نن ديلم يا اسكو ويدين بوت بركاسي ايش ما نوغو يشارت بركاسي ان انو خاين مي بودنا وخا قرسون اما با اغيا لو غبغي سلا ايش ما يشار يي نبغ بركا وما كان وما سغنا اولنا وما اها من او عننت للنبي النبي ان يقول انه خيانه ومن يقول القصد خيانه يأتي وحو الله إمام بما غلى وحو خيانا يوم القيامة قيامها يوم كيس ولكن النبي يقول لها يانا إذن كهل قيامها مركي لا تغو مثل نيف قيلة دوشة قوة دو كدو العلولي نيف فاريا دمر كقوة دو كدو القيلين نيف لا أوضا سيدا سوكالا ورسكي الالي يري مداس ثم توفى والله لما يستري كل نفس نف كل جيد باك السبب وحي شقيستي وهم يقن الله يظلمون الله ظلمين ماي أكيار ليس ظلمين ماي العدل بأيان وظلم قاسي وحوي الدنب أين الله ما لغره رأيه أفمن اتبع قفك الراعي
خدوان الله ألفها دي أهاشيس قفك الرعي يعني أسبابتي الله كرها اللي نقول لها قفك الرعي كمن روحه كلميها أما قفه كلباء الله النقض بستخد العرو من الله ألا حجيس عرك الله النقض وما هو ميشوه ينياينا جهنمو أيتهي وبيس وحانف المصير أهان شاح ما له أهذا حوي وما له أهذا ميشو حوي ما يسكو مدبال مداسي مايا قف ألف ذيه سرعي ألف ذيه سرعي معناه ذو حوي والذي ألف ذيه سرعي إرهالي كغن نقول لها markar ridhi sidii isagoo raaciib la ga dhigay asbaabti ridhu la yimi iyo qofka aradii alla raacay wixii alla u calaysnaa raacay oo alla wuxuu ka faa'iideystay ay arad noqoto isku mid ba labadaas oo jahannama galay ma isku mid ma mufsidiinta iyo muuminiinta isku mid ma hawl marka meesha waxa lagu tartirsiyaa ridhaha alla raac si aadan u noqonin ehluna afamanaha ittaba'a raa'i ridwanallahi alla ridhi sarraa'i yaani wixii alla raali kaga noqon laha raac كمن أحد كلميه باء الله النقض بسخد على الله النقض من الله ألا حجيس على كلا النقض إلا على الله النقض وحويدتك ويسوي دفو افتقيا نوه اللي بعمل كمرك وقع إلهي بوحده ونانيه على كلا النقض وما أواه ميشوه إدانة جهنم وهي وبيس وحانح المصير أهان شاح يعني ما الله أهدح المخصوص جهنم وهي هم ضدك مؤمنين تكوى رضاها الراعي كوى عدد الراعي درجات ذو درجات درجوين كلا دودوان كوا صاحبه عند الله الله تيس والله الله نبصيره وأركى بما يعملون حي عنصره هم درجاته درجات انتهم تخبر ومن نقوم كرت خبر كوا صفه مبتدوهن وموصوف عليه أما هو محكوم عليه مركا إيجا لفتو دا درجات نقوم ما يسمى معنو ساسو نقوم هم ذو درجاته درجوين كوا وكلا صاحبه مدبد درجة قوني إليها وكلا تكسن إلو نار كلفتي سا كلا درجات ومؤمنين تلفتي دا كلا درجات oo gaalkii muslimiin ta muuminiinta iyo mushrikiinta kala daraja way markii hore labada qol waa kala laba daraja qol waliba goonideed ay u kala sareysaa way dadko dhaniba waa sida allah baa sida xukumay hum dadku darajaatun dawu darajaatin ama lahum darajaatun baa usugnaatay inda allah yaa allah tiisu hum dawu darajaatin darajooyin ku saaxiba way oo kala duwan way inda allah wallahu allah nabasiruka arka way bimaa yaacmaluna waxay dadku sameeynaayaan laqad manna allah alla wuxuu ku manaystay ku galadaysay ugu nicmeeyay galadu waa nicmeyn alal mu'miniina mu'miniinta wuxuu alla ugu nicmeeyay laqad manallahu alla wa un nicmeeyay alal mu'miniina mu'miniinta id waqtigu u nicmeeyay bacasa uu diray fiihim dhaxdooda rasuulan rasuulow min anfusihim iyaga kamid oo bani aadam malaa'ig iyo jin looma dirin waxayna af garanaynin bani aadam ay garanayaan baa loo diray min anfusihim waxaa kaloo la yidhaa naftooda kamid oo iyaga ka dhashay وحاولي كاسو يطلو كدو الأغري عليهم دشوة آياتي آياته كدو الأغري قرآن كيف كدو الأغري ويزكيهم وطهيري لكن حمدو كطهيري أوكي إدبن ويعلمهم حباري الكتاب كتاب كمعنيه سيبو باري والحكمة علمي نافع أحاديثية وإن كانوا إنو حالي شأن يكانوا وحايا هايين من قبل هر وحايا في الضلال باري مبين نعاد رسول قال الدير الدونو نبي الله إبراهيم باكو ألا بريه إله الرسول كم إذا إياك بدر كي لفتي سيب الله دره بك من أنفسهم عرب كم إذا من أنفسهم بني آدم إلا النبي رسالة دي سعام بيه بك وحال إلي نبي الله محمد قبيل كستو عربة أو نقرابة كلهين حق أبي حقه نع أييو ما تشيرين بالين لا ريبني تغلب نمك اللي إلا مويان ريبني تغلب نصارى أهايين بالين عربتي نصارى ودي وفروم حكومي تشيرتين يا أهايين بك الله واكد ظهري إذا العرب تكلا وحي أمي سنة دينتي نبي إبراهيم هايستان في أمي سنة يوح قرافات وكلماء أمي سنة شركة هبا كل نغمان بركة قوة النصارى ذاها والقد ظهر النبي إنت كلا عربة قويس ميل دقنو عربة ونبي قرابة كلها ينمتشدو لقد من الله الله وحو كوك الله ذا يستيء كوك النعمي على المؤمنين المؤمنين تيو النعمي لقد من الله الله وحو النعمي على المؤمنين إذ وقت بعثة الدري فيهم دحضوضة رسول الرسول من أنفسهم يجا كمده أفكر أنا يا يتلو عليهم كد الأغري آياتي آياتي سكد الأغري الله آياتي سكد الأغري ويزكيهم ظهيري لا بقعد ظهيري سدوا الظهيري وحوض ظهيري أخلاق بحب بكت ظهيري ووانين ووعد بوصمين ويعلمهم وحبري الكتاب معنيه سبري وفهمسين والحكمة حكمة دين وبري وإن كانوا والحال إن كانوا حال يشاني كانوا حياهم من قبلهم لفي الضلال مبين وعد أولما أصابتكم مركي أصيبتي أصابتكم مركي إذن أصيبتي مصيبة بلايو تاسو قد أصبتم إذن كنا آتفيدين مثلها يضو كلا قلتم يا ترادين
أن حجبه هذا كان كان مرتيح اللي يسكسون نقضية ثلاثي دل اللي قال لا سدعي بل يدور كوا ميجينا نينغو مسلمين هاي سوين نقل مسلمين تاماها سوين نقل نبي الله سعونا ماها كوا سنو سو مشركين ما ينقل ألا درتي مدى قال واحد حقو كيين سيدي كل عكرتا بركا سالي دي دينك أو سببها ودن بي ليال نقضي بالي بركا واحد كسو نعوى دتك الدم بي سويان الله سبحانه وتعالى دم ببلاش دتك أقبا ماي أولما أصابتكم من مركا إذن أصيبتم مصيبة بلايون قد أصبتم إذن أعضى أصيبتم مثلها الله والله بكين وما لنتي بدك تدواتا لديلي تدواتا لغبتك هل كان تدواتا كليا كلمتين قلتم يا تلاهدين أن حقيبوا هذا كان نغيب بس هذا تلاهد وإن أدوغاتا وحقوا قرد عي لباطيه إن أدوغا هذا السبب تاي قلوا حاتنا بقى لنبي هو وحا إذن قرد عي من عند أنفسكم نفتين أكثر ويان نفتين بكردس وإذن كأمر ديني ديكا كلا ياعي تلحمات كوكا عدين هو واحد إذا كل عين من عند أنفسكم نفتي نأكتها ذويا إن الله الله سبحانه وتعالى على كل شيء شيء لأرك كل قدير وكروي وحيابوها الله كري وحاكم إذا إذا كوح دقال لما إياه والنبي إلا السعودة يو حقيت شبه إذا كل عين هذا الله إذن سعلي وإذن كاقوشي الدمبه إذن كاقوبشوكا الله سبحانه وتعالى.